في قلب إفريقيا الأكثر حلكة تزدهر واحدة من أقل الغابات شهرة على الكوكب. تختبئ بعض أروع الحيوانات في العالم في ظلال أسلافها. بالكاد تخترق أشعة الشمس الأشجار الضخمة والنباتات المتعرشة وصولاً للأرض الرطبة في الأسفل. إنها مملكة قاتمة من الغموض، حيث تختفي الحيوانات بسهولة، حيث يدرك معنى التواجد، وحيث تسمع النداءات وكأنها إشاعات. وبالكاد يمكن رؤية الأحياء المتنوعة بقدرتها المذهلة على التأقلم مع قوانين الأدغال الإفريقية غير المكتوبة. هذه الأدغال المعقدة والحصينة هي مكان غير معروف وموطن للعديد من الألغاز. على طول خط الاستواء الذي يقسم القارة الإفريقية تمتد واحدة من أقل الأدغال شهرة وأكثرها غموضاً على الكوكب، ثاني أكبر الأدغال بعد الأمازون. تحد الأدغال الإفريقية خليج غينيا الشاسع وتصل إلى عمق وسط القارة، حيث تغطي أكثر من 700,000 كيلومتر مربع. الأدغال الإفريقية هي موطن أقرب الحيوانات للبشر. تعيش هنا، لكنها محاصرة بسبب قطع أشجار الغابة والصيد. الغوريلا والشمبانزي. آخر الغابات المتبقية هي مكان اختبائها وحجزها. في هذا المكان تتأقلم هذه الحيوانات جيداً مع الغطاء النباتي الكثيف والعدائي، ومع مصدر الغذاء غير المضمون والمخاطر والأسرار الرائعة. تعيش هكذا وكأنها منقوعة بمياه العواصف الاستوائية الغزيرة. الماء هو عنصر الغذاء الرئيسي، فهو حاضر دائما بطريقة أو بأخرى. بوجود الكثير من الماء إضافة لدرجة الحرارة الثابتة التي تقارب 30 مئوية، تتمكن النباتات من النمو بترف حتى تصبح صعبة الاختراق. كمية المطر الذي يهطل ويتوزع في الغابة المنيعة تلائم حياة جميع سكانها، بالإضافة للأنظمة البيئية المختلفة. حيوانات الشمبانزي قادرة على الاستفادة من كل البيئات. في الغابة المطيرة الإفريقية قد تعمل المياه كحد فاصل، لكنها أيضا هي الرابط الذي يوحد كل شيء، النباتات، الحيوانات، والأنظمة البيئية، تجمعها سويا في موكب بطيء ودقيق. من قلب الغابة الإفريقية المعتم والغامض تبرز أنهار تنفتح شيئا فشيئا على سهول السافانا
كشرايين مائية. أنهار الغابة وضفافها التي تتشابك بشكل متشابه هي موطن أكثر الأحياء المذهلة والاستثنائية في القارة. بعض الحيوانات التي تعيش حول النهر العظيم تتجرأ على دخول الغابة فقط حين تجول حول ضفافه. حول أطراف الغابة التي تكون أكثر انفتاحاً تمتلئ الأنهار بفرس النهر العملاق، ثالث أضخم الحيوانات البرية في العالم بعد الفيل ووحيد القرن. قد يزن أكبر الذكور 3 أطنان. تستغل حيوانات فرس النهر مياه النهر العظيم لتبريد حرارة أجسادها وجعلها رطبة دائما. ستلهو وتلعب في المياه طوال النهار. بينما تمرح الحيوانات في النهر تظهر قطعان من حيوانات الجاموس العطشة من بين الأشجار. لقد أتت من السهول المجاورة. التواجد قرب المياه يسمح للقطيع بالاسترخاء. تنخرط بعض الذكور الأصغر في شجرات ليست ذات أهمية اليوم. ذات يوم في المستقبل القريب ستكون هذه الذكور مسؤولة عن حراسة وحماية القطيع. تزور حيوانات الخنزير الوحشي الإفريقي أيضا الحواف المفتوحة لضفة النهر، حيث تتقاسمها مع طيور اللقلق وطيور أبي طيب. تبحث هذه الخنازير البرية عن أرض رطبة. تستخدم أرجلها الأمامية للحفر بحثاً عن الأبصال والجذور والدرنات لتقوم بتمزيقها بواسطة خطومها القوية. يتجرأ الخنزير الوحشي على دخول الغابة في بعض الأحيان فقط. بينما تفعل الثدييات الأخرى العكس، فهي تغادر الغابة فقط من وقت لآخر حين تحتاج للحماية من عتمتها الشديدة. ترتفع الأشجار فوق نهر الغابة بتواتر متزايد. هذا مكان جيد لطيور الرفراف. في مكان ليس ببعيد هناك أحد يستكشف النهر خلسة. أحيانا تترك حيوانات الشمبانزي التي تعيش في الغابة موطنها الآمن. الشطان الصغيرة التي يشكلها النهر تستقبل من وقت لآخر جماعات صغيرة من الشمبانزي الذي يستكشف هذه الأرض الغريبة. لكن عند شعورها بأقل إشارة على وجود خطر تعود إلى داخل الغابة حيث تشعر بالأمان والخفاء. يواصل طير الرفراف المرقط مراقبته. ما من شيء يدعو للخوف، ففي الواقع الصيد جيد اليوم. ظبي الشجيرات هذا هو شاهد صامت على حظ الرفراف الجيد.
ظبي الشجيرات وهو أحد أنواع الظباء يتشارك مع الشمبانزي عاداته في الغابة، ففروه يشبه مسرحية الضوء والظل بين أشجار الغابة. وهكذا يصبح مموها عن أعين المفترسين المترقبة. تملك الذكور قرونا طويلة كطول قوائمها الأمامية تقريبا، على عكس ظباء السافانا. ولأنها حيوانات قصيرة جدا فلا تعاني أي صعوبة في التنقل بين الأشجار الكثيفة. ظبي الشجيرات هو حيوان منعزل يبحث فقط عن الطعام كالأوراق اللينة والجذوع والجذور ضمن منطقته. من الأفضل أن يأكل وحده، فالطعام ليس وفيرا في أراضي الغابة. أحد عمالقة الغابة القلائل يدرك جيدا هذه الحقيقة. يمضي الغوريلا جزءا كبيرا من حياته بحثا عن الطعام. لدى ساكنة الغابة هذه الكثير من العمل لتلبية متطلباتها. قد تسير غوريلا السهول التي تعيش في منطقة خليج غينيا أكثر من كيلومتر في اليوم لتجد طعاما كافيا. حيوانات الغوريلا هي الأكبر على الأرض من القردة العليا، وتحتاج لتناول كميات كبيرة من الطعام لتبقى على قيد الحياة. الذكر البالغ قادر على تناول 18 إلى 20 كيلوغراما من الطعام في يوم واحد. ولأن نظامها الغذائي النباتي منخفض الطاقة، تمضي حيوانات الغوريلا وقتا طويلا في التغذية. قد تتناول ما يصل إلى 104 أنواع من النباتات. في المظلة التي تعيش تحتها قردة الغوريلا، تنوع مذهل من المخلوقات التي تجد طريقة لاستغلال الطبقات المختلفة في الغابة، بما فيها الطبقة العلوية حيث تنضج الثمار وتزهر الأشجار. هذه خلية من النشاط لا يمكن رؤيتها على الأغلب. تعيش مجموعة غريبة من القرود في منطقة خليج غينيا. سعدان الطلبون الجابوني أو السعدان الشمالي هو أصغر القردة الإفريقية. حتى أكبر الذكور تزن أكثر من كيلوغرام بقليل فقط. تعيش سعدين الطلبون في مجموعات مكونة من أكثر من 100 سعدان تجول على فروع الأشجار المنخفضة في الغابة. وتبقى دائما قريبة من الأنهار أو الأراضي الرطبة. تبقى الإناث ذات الصغار دائما داخل المجموعة. يولد الصغار بصحة جيدة وبربع وزن الأمهات. ليس من الغريب أن تراقب التماسيح القزمة الوضع باهتمام من تحت الفروع المتدلية. الأدغال الإفريقية هي موطن مجموعة فضولية من التماسيح القزمة. هذا التمساح الذي لا يصل طوله لأكثر من مترين هو واحد منها. على الرغم من حجمه إلا أنه حيوان قوي، فجلده القشري يحتوي على جفون عظمية، كما أن ظهره ومؤخرة عنقه محميان بشكل خاص. يعيش التمساح القزم في أنهار الغابة الضحلة والصغيرة داخل نهر الغابة. يختبئ أيضا فرس نهر القزم، وهو حيوان غريب آخر يوجد في هذه الغابة حصريا. على الرغم من أنه يبقى مختبئا في أغلب أوقات النهار، إلا أنه يملك العديد من القدرات على التكيف والعيش في الأراضي الجافة. تبدو هذه الحيوانات من النظرة الأولى شبيهة جدا بالفصائل الأكبر، لكن الواحد منها يزن 200 كيلوغرام فقط، وبالتالي يكون أكثر رشاقة وكياسة حتى. هذا يسمح له بالتنقل في الغابة بسرعة وكفاءة.
يفعل ذلك من خلال الاستفادة من الممرات التي فتحتها الحيوانات الأخرى كظبي السبخة. هذه الظباء هي حيوانات منعزلة تتردد باستمرار على الأنهار والأراضي الرطبة للغابة الإفريقية. إنها تبحث عن مناطق كثيفة في الغابة لتختبئ من الحيوانات المفترسة. على النقيض من هذا الظبي الذي يمكن أن يزيد وزنه عن 100 كيلوغرام، ظباء الدايكرا الصغيرة هذه هي مثال جيد على التكيف مع الأدغال. إنها أصغر أنواع الظباء، ولا يزن البعض منها أكثر من 3 كيلوغرامات. ظبي الدايكرا الأزرق هو ظبي قزم، وهو يشق طريقه عبر الغابة الاستوائية بكل سهولة. الغابة الإفريقية الكثيفة مليئة بالنباتات المتعرشة التي تنمو بشكل مرتفع جدا وتشكل أعمدة من النباتات. بعض المناطق تبدو مستحيلة الاختراق. حجم الكثير من الحيوانات الصغيرة فقط هو الذي يمكنها من التنقل عبر هذه المتاهة، ويسمح لها بالاختباء من المخاطر أيضا. هذه الظباء الصغيرة هي وجبة شهية لأي صياد. تستطيع قردة الشمبانزي التنقل في الغاب بسهولة. أقرب الحيوانات شبها بنا هي حبيسة هذه الأدغال بدون قيود. هذه القردة رشيقة جدا، وهي تهيمن على الأشجار التي تتنقل عليها بمهارة وعلى أرض الغاب حيث تتحرك بأريحية. لا شيء يتعدى فضولها ولا مزاجها المحب للاستطلاع. تعرف قردة الشمبانزي أسرار منطقتها كما يعرف البشر ما يدور في أحيائهم. يعرف هذا الذكر الصغير أين يروي عطشه دون الحاجة للنزول إلى النهر. تعلن السماء عن حلول العاصفة اليومية التي ستعيد ملء أي تجويف في جذوع الشجر. تستغل بعض قردة الشمبانزي هذا الوقت لتنزل إلى النهر قبل بدء العاصفة. في هذا الجزء من الغابة وعلى ضفاف النهر استولت مجموعة من الشمبانزي على العديد من الشجيرات المثمرة. على الرغم من أن قردة الشمبانزي تشكل مجموعات تصل ل150 فردا، إلا أنها تتحرك عادة في مجموعات صغيرة وتقطع أراضي الغابة ذهابا وإيابا بحثا عن الطعام. سيمضي كل شمبانزي منها 8 ساعات في فعل ذلك. تغمر الأمطار الغزيرة دائما أرض الغابة موطن الشمبانزي. الرطوبة التي تنتج من هذا المناخ تحفز المخلوقات الصغيرة اللزجة ذات الطبيعة الغريبة كالفطريات على النمو، وهي المسؤولة بشكل أكبر عن الاختفاء السريع للأوراق والجذوع من كل الأحجام. يساعد الفطريات فيلق ضخم من الحيوانات اللزجة المشابهة لها كالحلزونات الضخمة
وهي تصل لأكبر مدى في هذه الأدغال المظلمة والقديمة. يمكن العثور على جميع المفصليات هنا، بدءا من الفراشات الأكثر تنوعا وجمالا والتي ترشف المياه وتسحب الأملاح من التربة، إلى الصراصير والجنادب ذات الأشكال المتنوعة والقدرات المختلفة على التكيف. لا تشبه الجنادب الصغيرة الطحالب والأشنات التي تنمو على لحاء الأشجار وحتى على الأرض وحسب، بل هي تتغذى منها وتقوم بكشط أسطح أشجار الغابة العملاقة ببطء. قدرتها على التمويه جيدة جدا، لكن أبسط حركة هي كل ما تحتاجه أعين الزواحف المتحمسة الباحثة عن الطعام. فضلات الغاب لا تخص المخلوقات الصغيرة فقط، فخنزير الأجمات يسحق ويقضي على بقايا الثمار والحيوانات الصغيرة والنباتات المتكسرة، كما يقوم بمزج الدبال الموجود على أرض الغابة. هذه الحيوانات هي أجمل أنواع الخنازير البرية، ولن تفوت خنازير الأجمات وجبة خفيفة نادرة ورائعة كالنمل الأبيض. تعتبر تلال النمل الأبيض بمداخنها المخصصة للتهوية عملاً حقيقياً من العمارة والجمال والفعالية. حشرات النمل الأبيض هي بناءة عظيمة، فهي تستخدم الخشب والأرض وإفرازات أجسادها لتصنع تصاميمها المدهشة. تقوم العاملات منها واللاتي يقوم بحراستهن جنود النمل الأبيض المسلح بفك قوي بأعمال البناء. حشرات النمل الأبيض والنمل العادي مهمة في تحويل الغابة، وهي توجد في كل مكان. وجودها يعني أنها حلقة حيوية في السلسلة الغذائية، حيث تتغذى الكثير من الحيوانات عليها بكميات كبيرة كسحليات الحرذون هذه. الحشرات والثدييات الصغيرة بما فيها القردة والظباء والقوارض هي مصدر غني بالبروتين. ذلك بالتحديد هو ما يبحث عنه هذا الشمبانزي الصغير، لكنه أثناء فترة الاستراحة لا يمانع في أن يقضم فرعاً نصفه مأكول. حيوانات الشمبانزي ليست حيوانات نباتية تماماً بخلاف الغوريلا، على الرغم من أن أساس نظامها الغذائي هو مجموعة متنوعة من النباتات.
لكن طعامها اليومي يشمل أغذية من أصل حيواني بنسبة 2%. تبحث عنها في كل ركن من الغابة. في هذا الوقت يبدو أن الغنيمة هي قارض كان يختبئ بين الأخشاب المتساقطة. قبل أن يؤكل يكون القارض بمثابة لعبة لقردة الشمبانزي الفضولية لتلعب به قليلا. لكنها لا تلعب بطعامها فقط، فمجتمعها معقد، ومنذ الصغر تقوم بتشكيل علاقات قوية بين أفراد جماعاتها. لذا تسمح لها هذه الألعاب بالتعرف على بعضها وتأسيس روابط تساعدها على العيش في هذه الأدغال المليئة بالغموض والمخاطر. كقردة الشمبانزية التي تعجب بفريستها الصغيرة، نشعر بالدهشة من الأدغال الإفريقية التي لا تزال توفر مكانا للمرح والفضول والعلم ولعبة المعرفة. هنا تعيش القردة الإفريقية ذات الصفات الشبيهة بالبشر في إحدى أقدم الغابات وأكثرها استقراراً وثباتاً على الكوكب. حيث تفاعلت النباتات والحيوانات لعشرات ملايين السنين، تطورت معاً واختبرت قوى الطبيعة الإبداعية بأنقى وأصفى أشكالها.